انا بقى هنا طلع لي طياره اهو صح، بطلع الدايره الاساسي اللي جاي من البطاريه. اي كل تمام. بلاش اعمله اي 1. طيب تمام، خطتي ايه؟ انت عايز تقلل عدد انا عايز المعادلات. المقام المكافاه. اه فانا خدت قرار المقام المكافاه هي فرق الجهد بين قطبي البطاريه على التيار الكلي اللي هو اي بالظبط. يعني المفروض ار توتال هي فرق الجهد بين النقطتين دي مثلا الف وب. اه حلو تمام، واحنا متفقين لا توجد مقامات ما بين الف والقطب الموجب، لا توجد مقامات بين ب والقطب الموجب. اذا فرق الجهد بين الف وب ده يساوي فرق جهد البطاريه. تمام. والبطاريه هنا المقامات الداخليه بكام؟ صفر. يبقى اصبح فرق الجهد بين الف وب 13 فولت. ده فرق الجهد الكلي. يبقى انا محتاج اي ده اهي. شكرا. هنظر لاي. انت هنا جاي لاي 1 حلوه، انت هنا جاي لاي 2 كويس. وصل؟ تمام تمام. اي 1 ده ماشي كده، يبقى الجهد العكسه. وصلت؟ اي ار بدري بدري يعني. اي ار واحد في اي 1 باي 1 بس. ماشي. تمام؟ وانت تيار اي 2 جاي لي كده. اعكسه. اعكسه لي. يبقى الجهد اهو. ماشي. واعمل اي ار، اي بكام؟ باي 2 وار بواحد، بقى ده هنا اي 2 بس. ماشي. عندك مشكله كده؟ اعتبرت. انا جاي لي هنا بقى التيار اي مين؟ اي 2 على مهلك. احتمال يتجزا من هنا ويتجمع هنا. اه. واحتمال العكس. اللي يعجبك اعمله. براحتك. براحتك. عايز تجزء اي 1 من عند بالزبط. النقطه دي او تجزء اي 2 انت حر. تمام. فانا جزأت هنا بقى اي 2، دخل هنا مين بقى مستر انور؟ اي 3. تمام. يجي لنا بقى كام؟ ما تكتبليش اي 4 بقى، قول لي بقى 2 ناقص 3. انت جاي لك هنا اي 2 صح؟ جزء منه دخل هنا والباقي يخش هنا. الباقي اللي جاي كله اهوت النقطه ديت اي 2. هنا دخل لي مين؟ اي 3. اي 3 يبقى اللي فاضل لي ده يبقى اسمه اي 2 ناقص اي 3. تمام. ده مشي فين؟ مشي في هذه المقاومه. أكس. يبقى جهدها الايه؟ العكسه. كده صح مش كده؟ جهدها العكسه. شكرا. الجهد 2 في اي 2 ناقص اي 3. عندك مشكله؟ تمام. تعالى بقى، مش انت جاي لك هنا اي 3 جهدها من النقطه دي للنقطه دي. أكس. لو سميت دي ب جيم مثلا، او سميت ده الف وسميت دي مثلا جيم ودي ب وكانت دي دال، ده جاي من جيم لدال، يبقى جهدها العكس اهو. من دال لجيم. وهو كام؟ اي ار. الاي اي 2 اي 3 واللي هي ار بكام بقى يا مستر؟ بواحد. يبقى عامل لك هنا اي 3 بس. خلي بالك اي 2 ده اللي هي المقاومه دي. تمام؟ يبقى على فكره الاي 1 ده جهد المقاومه واحد. والاي 2 ده جهد المقاومه واحد اللي في وشها. والاي 3 ده جهد المقاومه اللي هي مين؟ التالته دي. تمام. تعالى بقى، انت هنا جالك اي مين؟ 3. جالك هنا مين بقى؟ اي 1. اتحدوا مع بعض الاثنين هيتجمعوا يخشوا هنا، يبقى 1 زائد 3. تمام. يخش لنا بقى كام؟ اي 1 زائد اي 3. حلو كده. تمام. جهدها بقى يبقى فين؟ العكس اهو. الجهد العكس. الجهد اي ار. اي 1 زائد اي 3 زائد اي 1 زائد اي 3 اضربها في 1 بقت اي 1 زائد اي 3 زي ما هي. شكرا. كده حددت مين بقى؟ اتجاهاتي، اتجاه جهد كل مقاومه. وده اتجاه جهد البطاريه اسفل الاعلى. شكرا. اللي انا 13 فولت. انا رايي الشخصي ده يعني انا حليت المساله كده ما فيهاش مشكله. تعال بقى نطبق. انا عندي كام تيار؟ اي 1 اي 2 اي 3 اي 1 اي 2 اي 3. بعمل ثلاث معادلات. انا محتاج ثلاث مسارات. هاخد ده مسار، شايف ده كده؟ شايف مستر ده كده مساره من جوه. طيب ايه المسار ده؟ شكله كده اهو على فكره. شايف شكله بقى؟ راح اعمل زقه. شايف شكله؟ شكله زقه. تمام. اللي هو البطاريه دي الاعلى والمقاومه دي والمقاومه الثانيه. تمام. انا خدت برضك مع اليمين اقارب الساعه. تعال بقى، الجهد البطاريه معاك ولا ضدك؟ لا معايا. فياخد موجب 13 صح. تمام. تعال بقى، تعال هنا، شايف المسار اهو. تمام. دي معاك ولا ضدك؟ لا دي ضدي. يبقى تاخد سالب اي 1. تعال بقى، ده معاك ولا ضدك؟ ده ضدي.
يبقى ياخد سالب افتح قوس اي 1 زائد ايه اي زائد اي 3 سالب وسالب، يبقى سالب اي 1 سالب اي 3 بيساوي صفر. سالب اي 1 وسالب اي 1 يبقوا كام؟ 2 سالب 2 اي 1 وسالب اي 3 بتساوي صفر. اعملها معادله بقت 2 اي 1 ناقص 3 ناقص اي 3 بتساوي 13. تمام وصل؟ دي معادله. يبقى المعادله الاولى بتاعتي اهيت اللي انا هحل بيها اهي، اكتب كام بقى؟ 2 اي 1 زائد اي 3 بتساوي 13، دي معادله رقم 1. ماشي خلاص كده؟ فيها مشكله؟ لا تمام. خش على المسار الثاني اللي هو البطاريه دي مع اللي هي المسار ده العكس بقى الناحيه العكس الخارجية. تمام اصبحت برضك دي 13 معاك. ما هو ده برضه ضدك. قول لي رايك. طبعا ضدك. صح. يبقى سالب كام؟ اي 2. حلو. طب ده برضه ضدك. تمام. ما هو ضد الايه مسار بتاعك انت مسارك مين. ماشي يمين يعني ماشي مع عقارب الساعه. تمام. ده عكسك. وده عكسك. يبقى سالب يبقى ياخد سالب بقى 2 عشان المقاومه بالظبط عشان المقاومه قيمتها 2. حلو. 2 افتح قوس اي 2 ناقص اي 3 كل ده بيساوي صفر. جمع يلا نجمع 13 سالب اي 2 فك ده سالب 2 اي 2 صح؟ سالب 2 اي 2 ومعاك كام؟ سالب اي 2 بره؟ تمام. يبقوا سالب كام يا مستر انور؟ 3 اي 2 فكيت القوس. سالب في سالب بايه؟ موجب بقت موجب 2 اي 3 موجب 2 اي 3 بتساوي صفر. اعمل لنا معادله يلا. يبقى سالب 3 اي 2 تروح بالموجب موجب 3 اي 2 سالب 2 اي 3 بتساوي 13. تمام. موجب كام بقى؟ 3 اي 2 تمام. بص هكتب ازاي. موجب 3 اي 2 تمام. سالب بقى كام؟ سالب 2 اي 3 بتساوي 13 ودي معادله رقم 2. حلو كده. تمام تمام. تعال بقى المفروض نعمل كام مسار بقى؟ 3 3 انا خدت تو على جميع بالزبط. المقاومات اللي في الدايره بالظبط. مفيش لازم مقاومه تهرب منها. في بقى مقاومه ناقصه لسه اللي هي المقاومه دي ما خدتهاش. الله يرضى عليك. يا ياخد مسار فوق يا ياخد مسار تحت. ناخد السالك. ناخد ايه؟ السالك اللي ما فيهوش ناقص وزائد. ماشي. طب انا بص انا هرسم جوه مثلث. صح كده؟ هرسم جوه مثلث اهو. المثلث ماشي مع العقارب دي معاك. ودي ضدك. ودي ضدك. بقت الاي 1 موجب. ايوه. وعندك الاي 2 سالب. ايوه. والاي 3 سالب. ماشي. كلهم بيساوي صفر. كلهم بيساوي صفر لان مفيش مصدر جهد هنا. بالظبط. يبقى هكتب بقى مين؟ اي 1 بالايه؟ بالموجب. تمام. وعندك حبه بقى اي 2 بمين؟ بالسالب. عكسك. سالب اي 2 سالب اي 3 بيساوي صفر. معاك ثلاث معادلات. بأصبح معاك كده ثلاث معادلات. ما خافش محمد بقى ويروح جايب الاله الحاسبه. لا ده انا بالعكس بقى. ويجيب اي 1 واي 2 بالعكس ده انا افضل بقى احل بالاله الحاسبه. ليه؟ هاخد وقت طويل في الحل الجذري. فالاله تريحني. تمام. وتجيب لي اي 1 واي 2 واي 3 بالظبط. اله حاسبه بقى هكتب ازاي؟ ادي 2 اي 1 زائد اي 3 بتساوي 13. هكتب كده يا مستر نور 2 اي 1 شايفه كده؟ ماشي فاضي 2 اي 1 المفروض عندي اي 2 مش موجود مش موجود هسيبها فاضيه. تمام. زائد بقى كام؟ اي 3 بتساوي 13. تحتها اي 1 فاضيه. انت بتعلمهم يعملوا بالاله ازاي؟ بالظبط. اي 1 فاضيه. سيبها فاضيه. يبقى اكتب زائد بقى كام دي؟ 3 اي 2 اي 2 ناقص 2 اي 3 بتساوي 13. وهكتب بقى اي 1 حلو ناقص اي 2 ناقص اي 3 بتساوي صفر. طيب الورقه بس سنه كده كده وضحت؟ الورقه في سنه العكس. ايوه ماشي تمام كده. هنجيب اله حاسبه. هكتب مود كام؟ 5 2 او 3 2 حسب بالظبط. مود 5 هيطلع لي ايكويشن. تمام. اختارها اللي فيها ثلاث مجاهيل. تمام. تبقى رقم 2. رقم 2 هكتب 2 مش كده؟ يساوي صفر. تمام. 1 13 بعد كل رقم بكتبه يساوي. مفيش مشكله يعني تكتب 2 يساوي صفر يساوي يساوي 1 يساوي 13.
تمام يساوي صفر يساوي 3 يساوي سالب 2 يساوي 13 يساوي تاني 2 يساوي 1 موجب 1 يساوي سالب 1 يساوي سالب 1 سالب 1 يساوي صفر هطلع لك قيمة اي 1 تضغط بقى يطلع لك اي 1 ويطلع لك من بقى اي 2 1 5 1 6 مجموع 11 هيطلع لك واحد فيهم 6 امبير تمام هيطلع لك اي 1 ب 6 امبير يطلع لك اي 1 ب 5 امبير اجمعهم بقى انت معاك الاي بالظبط خلي بالك كده بقى هات والنبي اي 3 هات لي اي 3 هيطلع بقى هو مين الفرق هيطلع لك 1 تمام تمام هات لي بقى اي كلي 6 زائد 5 يبقى 11 صح اللي هم 5 و6 11 11 من اول التوزيع بالظبط انا موزع من الاول ادي اي 1 و 6 زائد 5 يبقوا 11 اصل في طالب راح جامع ثلاث تيارات مع بعض لا 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 خالص تجمع الثلاثه ليه هو التيار اتجزأ فين عند اي 1 و 2 التيار اتجزا عند النقطة قالب بس ايوه يبقى اي 1 و 2 فقط اي 1 واي 2 فقط مجموع اي كلي تمام فجبت لك اي كلي طلع 11 تمام هات لي بقى المقابل المكافاه المقابل المكافاه ار في على اي في على الاي الفي ب 13 والاي ب 11 تطلع قيمتها 1.18 اوم خلي بالك هسالك بقى سؤال يبقى اذا المفروض بقى استخدمنا قانون كيرشوف في ايجاد دي المقابل المكافاه صح تمام طب ايه رايك بقى لو عايز الغي مقاومه اعمل كده انا كنت لسه هقول لك بالظبط لو عايز الغي بقى مقاومه دي يبقى الاي سيري لو طلع صفر تمام هنفترض انا شغال بقى المقاومه دي يعني شغال الدائره دي كده بالظبط وطلعت قيمه اي 3 بتساوي صفر كده هتلغي يعني لو الترين دول قد بعض معناها ان اي 3 كان بيساوي صفر لان هو اي 3 عباره عن اي 1 مش كده ولا ايه يعني هو اي 3 لو هو طلع صفر الفكره يبقى ساعتها مين يبقى هذه المقاومه ملغاه يبقى ما الغيش مقاومه الا اذا انا اثبتت وحسبت ان تيارها بيساوي صفر تمام يبقى انا جبت المقاومه المكافاه بقانون كيرشوف تمام وفي نفس الوقت الغيت مقاومه برضك بواسطه قانون مين كيرشوف يبقى لا الغاء للمقاومه اللي بين مقاومات الا عن طريق قانون كيرشوف تمام قول لي بقى يا مستر انور ايه الغرض من قانون كيرشوف الغرض من ايه من قانون كيرشوف ما هي استخدامات قانون كيرشوف يستخدم في ايه واحد حساب شده التيار المار في كل مقاومه تمام وتحديد الاتجاه الصحيح للتيار فيها اتنين حساب المقام المكافأة لعدة مقاومات انا مش عارف هما توالي ولا توازي ولا ايه والحاجة التالتة بيعرفني ازاي الغي مين قيمة مقاومة وبالتالي برضك اعرف اجيب الايه مقاومة الايه مكافأة فيها اي مشكلة